أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. النضوج والوعي والإدراك صفات يكتسبها الإنسان بالتقدم بالعمر وباكتساب الخبرات والاحتكاك بالمجتمع والوسط المحيط، لكن مو الكل بيمتلك هالصفات للأسف رغم تقدم عمره، ومنشوفهم متكلين على غيرهم من أفراد أسرتهم أو على غيرهم من أصدقائهم أو غيرهم من المحيط، وتاركين الأمور تمشي على التجلي دون تحمل مسؤولية أو تخطيط وتنفيذ. فكيف ممكن نتغلب على التواكل والاتكال على الغير، وكيف ممكن نعزز روح المسؤولية عند الأشخاص؟ كل هالأمور رح يجاوبنا عنها فضيلة الشيخ يسار خورشيد، عضو الفريق الديني الشبابي. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. أهلا وسهلا أستاذ ورد، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم، نعطيكم ألف عافية. كان لازم يكون في لنا لقاء سابق بس حضرتكم بالتنسيق للفريق الدين الشبابي فمشاغلكم تقدر عاليا، أهلا وسهلا فيك. بداية، التوكل والاتكالية والتواكل مفاهيم ممكن تندمج ببعض البعض، خلينا بالبداية نشرح مفهوم التواكل والفرق بينه وبين التوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام بخير أستاذ ورد مرة ثانية، ونحن من سوء حظنا اللي ما يعني ما قدرنا نكون بأول شهر رمضان مبارك معكم. لنفهم موضوع ومصطلح التوكل والتواكل، في البداية علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، والله سبحانه وتعالى خلق أسباب توصل إلى نتائج وإلى غايات، وخلق أشياء لا تتصل بالأسباب وليس لها علاقة بالأسباب، فهي مرتبطة برب الأسباب. التوكل والتواكل هما يعني مصطلحان قريبان باللفظ ولكنهما بعيدان بالعمل. شو يعني التوكل؟ التوكل هي صفة محمودة والتواكل هي صفة مذمومة. التوكل هي الأخذ بالأسباب، يعني اليوم أنا مريض أو بدي أعمل عمل معين، الله سبحانه وتعالى هو خلق هذه الأسباب فأنا أعمل بهذه الأسباب، وقلبي يتوكل على الله فيعلم قلبي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأسباب وهو مجري الخير. فالتوكل هو تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى إيمانا ويقينا واعتقادا، وأنه هو الجالب للمصالح والدافع للشرور والأذى. فإذا التوكل هو عمل من أعمال القلب، طيب أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو مسبب هذه الأشياء، هو مصرف هذه الأشياء، وأن يعمل ويأخذ بهذه الأسباب امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه أمرنا بالعمل. قبل أن ننتقل إلى التواكل، التوكل إذن في أسباب معينة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ولكن هذه بمشيئة الله. تماما. طيب، واحد زائد واحد يساوي اثنين، في فحص عندي أنا لازم أدرس ومن ثم أتوكل على الله. تمام. قبل أن أبدأ وبعد أن أبدأ أتوكل على الله. طيب، في أمور قد تكون عند الجيل الشاب الجديد، هذا الجيل تبع بين هلالين العلمانية، بين هلالين وليست العلمانية الحقيقية، مدعي العلمانية. أنا مادي، أنا إنسان أؤمن بالماديات، أنا أدرس أخذ الدواء أشفى. حلو. طيب، إن توكلت وإن لم أتوكل أخذت الدواء وشفيت. يعني هذا الكلام من أجمل ما نسمع دائما، والذي يكذبه الواقع. يعني اليوم خلينا نحن نتكلم بالأسباب. أنا اليوم مزارع وضعت البذرة الصالحة، ويعني نكشت الأرض وهيئت الأرض وحرثتها، ثم يعني وضعت هذه البذرة وسقيتها بالماء. طيب، أنا أخذت بالأسباب هون ولا لا؟ بلى. طيب، هل يستطيع هذا الإنسان أن يقول لي ماذا سوف تثمر من عدد الثمار؟ يعني أنا مثلا زرعت فول، طيب يعرف هذا العرق الفول بيسموه قديش بده يكون طوله، كم حبة سوف يحمي؟ لا. لما؟ طب أنا أخذت بالأسباب. جاري فعل نفس هذا الشيء وسبحان الله كان المحصول عنده أفضل وأعظم من محصولي، طب ما السبب؟ إذا هناك مسبب وهو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب لأنه هو الذي خلق الأسباب. يعني اليوم نحن الماء تروي والنار يعني سبحان الله حارقة، طب من الذي جعل الماء تروي؟ من الذي جعل الماء يروي؟ ما الذي جعل النار حارقة؟ الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الأسباب. ترك الأخذ بالأسباب هو تواكل وهو مذموم شرعا لا يجوز. أما الأخذ بالأسباب نحن مأمورين فيه، ولكن
هناك أمور مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. اليوم مين بيقدر يضمن أنه هذا الدواء هو سبب للشفاء؟ لا، في كثير أشخاص بنعرفها بنفوت على المشفى بيقول لك الطبيب نحن عملنا اللي علينا ولكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. طب إذن هو أخذ بالأسباب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بالشفاء، هو الذي يأمر هذا الزرع بالنمو، والله سبحانه وتعالى هو مصرف الأسباب وهو خالق الأسباب. تمام. هلأ الفقرة هون اللي عم تكون برمضان بيجمعنا مع حضراتكم ما عم تكون عقائدية محض، رغم أنه نحن نتطرق إلى الأمور العقائدية والاعتقاد والمبدأ، ولكن أنا عم حب هيك حط هالقصص بين الأيادي، أيادي الخبراء أمثالكم، حتى نعطي الجواب الشافي. نروح للتواكل. كثير من الناس اليوم متخاذلين للأسف، في بعض الأزواج اتكاليين حتى على زوجاتهم، في بعض الأبناء اتكاليين على أبهاتهم. لليوم ولد بالجامعة عمره ما بدي أقول ولد، شاب بالجامعة عمره مثلا 20 22 23 سنة بياخد مصروفه من أبوه، وهو قادر إنه يشتغل وفرعه بالجامعة قادر إنه يقدر يوازن بين الشغل وبين الدراسة. شو الأسباب اللي عم تخلي بعض الناس متواكلين؟ الكسل. يعني نحن اليوم الإنسان المتواكل ولو أحيانا يعني للأسف حقيقة جارحة كسل، لأنه أحيانا تسأله أنت ليش هيك عملت؟ بيقول لك أنا لو الله كاتب لي أدرس مثلا أو الله كاتب لي أنجح بنجح، ما في داعي للدراسة. هو نقل عمل القلب إلى الجوارح. نحن تكلمنا أن التوكل هو عمل من أعمال القلب، نقل عمل القلب إلى التوكل فترك الأخذ بالأسباب. طب هذا الشيء يدل على الكسل. طب شو الدليل؟ طب أنا لو هذا الإنسان كلامه صحيح وهو ترك هذا الفعل وترك الأخذ بالأسباب من باب إيماني اعتقادي يقيني كما يدعي أن الله سيدبرني، ليش أنا لما يوضع أمامي الطعام بأكل؟ ليش بحرك جوارحي؟ ما هو تحريك هذه الجوارح هي سبب. أنا سبب لإدخال هذا الطعام إلى هذا الإنسان. طب ليش أنا بأكل؟ طب بيقول لك ممكن أنا ممكن حدا يجي مثل الطفل الصغير ويمسك هذا الطعام وإلى أمنية. طب ليش بنضغه؟ هلا هون وصلنا لمرحلة الله يعينكم عليها. أنا أحيانا من احتكاكي الشديد فيكم علمائنا ومشايخنا، فبعرف قديش بتعانوا بالأمور الجدلية الفكرية العقائدية الروحانية اللي قد تصل يعني إلى مرحلة أحيانا إنكار الذات الإلهية. فبيقول لك إنه أنا طيب مازال الله هو خالق الكون وهو مدبر كل الأمور، ليش لا أعبده أنا والعياذ بالله؟ ليش أنا لحتى أخذ بالأسباب؟ إذا بده بيطعميني، مو بإيده كل شيء، وإذا ما بده ما بيطعميني. تمام. فلذلك انه كيف بدي اقنع الشخص اللي عنده كسل انه خذ بالاسباب؟ استاذنا، هو الشخص اذا تفكرنا في حقيقته ترك الاخذ بالاسباب بالامور المتعبه واقبل على الاخذ بالاسباب بالامور المريحه، لانه كسلان. يعني هو ما بده يعمل، لانه هذا الانسان نفسه عم بيقول لك حط امامه طعام تلاقي اخذ بالاسباب واكل. اعطيه مبلغ من المال قال له هذا المبلغ مثلا هديه تلاقي اخذه. طب ليش هذا المال سبب للوصول الى هدف او الى غايه اخرى؟ فاذا السبب على من المتوكل او التواكل المتواكل، السبب الاساسي له الكسل وترك الاخذ بالاسباب بالامور الشاقه بالامور المتعبه، بينما نراه هذا الانسان يناقض نفسه وياخذ بالاسباب بالأمور المريحة. وعندنا مصطلح آخر عندنا كالتوكل والتواكل، في عندنا الرجاء والتمني. الرجاء يعني ولو هيك طلعنا شوي بس بالعكس أنا بحب المصطلحات العربية الفصيحة منكم. الرجاء هو كالتوكل، هو تعلق القلب بشيء مع الأخذ بأسبابه. الدليل على ذلك الله سبحانه وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تمام. فالرجاء محمود، التمني مذموم. نحن لما نفوت على الفحص بنلاقي الدكتور المادي كاتب مع تمنياتي بالنجاح لجميع الطلب. هذا الشيء مستحيل. ايه، لأنه مع الرجاء بالتوفيق ما لازم. الرجاء يحتاج إلى أخذ. هو كلامه صحيح، مع تمنياتي بالنجاح لن ينجح جميع الطلاب. يعني هلا نحن دخلنا في الجامعة ما 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 سبق ووجدنا 100% نسبة نجاح 100%، لأن في هناك طلاب مجتهدين وهناك طلاب لا قصروا في الدراسة، قصروا في التحصيل العلمي. فالتمني هو التعلق يا أما بالشيء المستحيل أو التعلق بالشيء مع ترك الأخذ بالأسباب. حلو كتير. والأماني أيضا مذمومة، وهو التواكل محض هذا الموضوع، موضوع التمني.
طيب نرجع للقصة الاجتماعية، ليش في عنا مثلا شاب متوكل على الله شغيل كفؤ يأخذ بالأسباب ويسعى بمناكبها ويعلق أموره بالله، وشخص آخر يمكن بنفس التنشئة أو ما بعرف إذا التنشئة إلى دور متواكل البابا بيصرف عليه لليوم، إذا ما انحطت الصفرة قدامه ما بيقوم بياكل، لدرجة إنه الأهل عودوه كل شيء بيحضر قدامه، الأهل لهم دور بهالموضوع؟ هلا نحن في البداية يجب أن نعلم أن الناس ثلاثة أصناف. الصنف الأول يأخذ بالماديات كما تكلمت ويظن أن الماديات هي كل شيء، يعني بيقول لك أنا الدواء الذي يشفيني وليس الله كما تكلمت، وهذا يعني خاطئ ويخرج عن يعني يخرج عن الدين. الصنف الثاني وهو في الوسط الذي يأخذ بالأسباب ويعلم أن المسبب هو الله، فهذا الأمر المحمول. الأمر الثالث الذي يترك الأخذ بالأسباب ويتوكل ويتواكل على الناس، يعني يعتمد على الناس. الصنفين يعني مثل الإنسان اللي ماشي بطريق، هناك وادي سحيق وهنا وادي سحيق، متى ما انحرف الإنسان وصل إلى الهاوية، سواء إن أكثر من الأخذ بالماديات أو إذا ترك الأخذ بالماديات. الأول يعود إلى سوء في التفكير وسوء في الاعتقاد، يعني الإنسان الذي يتعلق بالماديات هو عنده في مشكلة بالاعتقاد ومشكلة بتفكيره، بحاجة إلى حوار دقيق وطويل تماما، ويجب عليه أن يتفكر بالواقع. يعني نحن كذب هذا أو يعني اضمحلال هذه الفكرة تكون من خلال الواقع. القسم الثاني يعود إلى التربية. اليوم عود هذا الطفل منذ صغره أن يكون مدللا، متعود يجي كل شيء لعنده، متعود بس يبكي تجي الماما ويجي بابا، لا معليش بابا أنت منيح، إذا سواله نخناقة شوي بالبيت أبدا. حتى نحن للأسف اليوم، هلا أنا بتعرف سازور نحن في علاقة قديمة بيناتنا، فنحن في مؤسسة تعليمية، أنا أعمل بمؤسسة تعليمية، للأسف اليوم يعني نرى طفلا مقصرا فبتستدعي الآباء أنه نحن في عندنا مشكلة معينة مع أبنائكم، يعني نستغرب أن الآباء بيصفوا مع أولادهم ضد الأستاذ على خطأه. يعني اليوم للأسف في كثير من الأشخاص يحتاجوا إلى تربية آبائهم ليس إلى تربية الأبناء فقط. شو حلوة هالجملة، إيه، لأنه اليوم هذا الطفل عود على الدلال، عود على الكسل، وعود على أنه دائما على حق وأنه دائما هو الصحيح والمخطئ اللي هو المجتمع، المخطئ أصدقائه، والكل لازم في مؤامرة كبيرة عليه، المدرسة ضده، المدرسين ضده، أصدقائه بالعمل ضده، زوجته ما بتحبه، بيتحمى، فهذا الإنسان بيعيش بتناقض داخلي، يشعر بأنه هو فوق الجميع وأن الجميع يأتي إلى خدمته. فلما ينصدم مع الواقع، أنا بالواقع لا، أنا لما بدي أنزل اليوم على العمل، على سوق العمل، بدي أنزل على السوق الاجتماعية، على الحياة الاجتماعية، حلاقي تناقض كبير مع ما نشأت عليه، فأعرض عن هذا الموضوع خلاص أنا ما عاد بدي. فللأسف اليوم أي إنسان تراه فاشلا في حياته يعود ذلك إلى سوء تربية وإلى سوء تنشئة في صغره. تمام، يعني ما ضل غير نتشكرك كثير لوجودك معنا فضيلة الشيخ، وفعلا بحر من المعلومات ما شاء الله عنكم. نلقاكم بلقاء قريب إن شاء الله خلال شهر رمضان المبارك. تحياتنا لكل أعضاء الفريق، أهلا وسهلا فيك. الله يحميكم أستاذ، وكل عام أنتم بخير، وكل المشاهدين إن شاء الله بألف خير، رمضان كريم إن شاء الله. وعليكم يا رب. مشاهدينا نتابع الحلقة بعد هذا الفاصل.